كولوبالي طبعا ازمه الناس مش معتاده عليها انها تحصل، خصوصا مع النادي الاهلي او خصوصا في الكره المصريه، لكن اكيد هو تصرف تصرف خاطئ، تصرف بعيد عن لغه الاحتراف، واعتقد ان النادي الاهلي والمسؤولين اللي في النادي الاهلي هياخدوا المساله، هياخدوا حقوقهم واجراءاتهم القانونيه، وده بتكفله المحكمه الرياضيه وبتكفله الفيفا لاي نادي بيحس ان في لعيب سلك او اتجه اتجاه غير مشروع في الهروب من النادي يعني.